كملي. بجد ولا ايه؟ اه والله العظيم بجد. كان نفسي اعمل لك حفله كبيره قوي على فكره. في حفله احسن من كده؟ اكله اهوت وغنى ومزيكا. هو انت مش زهقان مني؟ ليه بتقولي كده؟ يعني بنطلك كل شويه وبكلمك وانت ما بتعبرنيش ولا بتكلمني، ولو ده الطبيعي بتاعي انا ما بعملش كده مع حد. طب وليه بتعملي كده معايا؟ معرفش، بحس ان انا مبسوطه معاك، بحس ان انا معرفش يعني برتاح. بقول لك ايه، اوعى تفتكرني بظبط ولا بستهبل، والله بجد، بس انا فعلا بحب القعده معاك. وانا برضو بصراحه مش بتضايق، وجودك في حياتي فرق جدا. ممكن اعرف ازاي؟ تتعامل مع كل الامور ببساطه، وعرفت انا معاكي ان الحياه بتبقى بسيطه فعلا. بس لعلمك انا ما بتعاملش مع الحاجه ببساطه عشان انا كده. امال ايه؟ انا ممكن اكون بتعامل مع الحاجه ببساطه عشان الدنيا علمتني اكون كده. انا بغني من وانا عندي 7 سنين في الافراح عندنا في البلد، ولما بقى عندي 10 سنين بقيت اتنطط بقى من قريه لقريه ومحافظه لمحافظه لغايه ما خدت الاعداديه. في الوقت ده قلت خلاص انا ماليش مكان هنا، انا عايزه اغني، عايزه انزل مصر. سبت كل حاجة ونزلت على مصر. وأهلك؟ بقولك سبت كل حاجة. أبويا لما كبرت كان كل همه في الدنيا إن بنتي خلاص كبرت، فخاف عليا، عايز يجوزني وخلاص. نزلت قعدت في مصر 3 أيام في حتة بنسيون معفن. كل يوم كنت بنزل أدور على شغل في كلابات وفي محلات، لغاية ما 3 يوم ربك سهل. فتخيل بقى ممكن اكون شفت ايه في حياتي خليني ابقى كده زي ما بتقول. حتى انت خليتك تعمل لي اغنيه. انا عملت لك اغنيه عشان انت شاطره، بس ما كنتش اعرف انك قويه قوي كده كمان. يمكن اقوى من كده كمان فوق ما تتخيل يعني، بس انا مش عايزه اقضي الليله كلها يعني وانا بحكي عن نفسي. لا احكي، انا عايز اسمع. طب ما تحكي انت بقى شويه عن نفسك، ولا لسه برضه مش قد المقام؟ يا بنتي بطلي بقى الكلام ده وسيبي. مش قد مقام ايه بس؟ انا ما بعرفش احكي. بس كلامك دلوقتي خليني افهم حاجه مهمه قوي. انا عمري ما قابلت حاجه صعبه كده زي اللي انت بتحكيها. عمري ما كان عندي مشاكل. يعني بدات مزيكا وانا عندي 17 سنه تقريبا. اهلي كانوا بيساعدوني طول الوقت. كانوا جايبين لي كل الالات اللي انا نفسي فيها، واغلاها كمان واحسنها. عملوا لي استوديو كبير. قابلت كل المنتجين اللي ممكن تتخيليهم ونفسك تقابليهم اصلا دلوقتي مش عارفه. وكل المغنيين اللي انت بتسمعيهم دلوقتي وبقوا كلهم اساطير، كلهم كانوا بيتحايلوا عليا عشان اعمل لهم مزيكا واغاني. الحاجات كانت اسهل بكتير. بس لما ده حصل لي وانا صغير، الشهره وانا صغير خلتني شويه مغرور. ف ضريت شويه ساعتها بصراحه. لا ولسه مغرور قوي على فكره. لا مش قوي ولا حاجه. طب هو انا ممكن اسالك سؤال؟ اتفضلي. هو انت وجيلان يعني اتطلقتوا ليه؟ بصراحه يعني عشان انا مغرور واناني وكنت عيل صغير، بوظت العلاقه وما عرفتش اصلحها خالص. طب ما نفسكش ترجع؟ انا متهيأليش ان هي عايزه ترجع اصلا، وحتى لو رجعنا يعني ايه اللي هيحصل جديد؟ ولا حاجه. انت عارفه ايه مشكلتي؟ ان انا عمري ما تقبلت الخساره. زي ما قلت لك قبل كده، كل اللي انا عايزه كنت باخده. بس لما جيلان مشيت حسيت بقى ان انا لازم اكبر واتقبل الخساره دي. فهمك. ويمكن كويس على فكرة برضو ان هي بعدت ومشيت. بالرغم من اني عارف مش هحب حد قدها تاني، بس عارف برضو ومتأكد ان هي مرتاحة كده اكتر. وانت كمان على فكرة مرتاح اكتر. وانا ممكن اطلب منك طلب؟ في حاجة مهمة عايز أعملها وعايزك تبقي موجودة معايا. ماشي.
هقول لك عليها بعدين. خلاص اوكي. طب ايه بقى؟ ايه؟ الاكل؟ هناكل ولا ايه؟ هناكل. انت ممكن النهارده؟ النهارده اكيد، بس انت ممكن يعني تاخد دي تصبيره وتطلع بره وانا هخلص وهجي لك بالاكل ان شاء الله. طب ممكن اقف معايا اساعدك؟ لا والله ما هي يعني يلا اتفضل. بجد؟ والله. طب وعلى لك البوتجاز مثلا اعمل لك اي حاجه؟ لا خد دي كمان واطلع بره. يلا باي باي. نفسي افهم مشكله البنات ان حد يقف معاها في المطبخ، مش فاهمها لغايه دلوقتي، مش مستوعبها خالص يعني.